ننتقل مع بعض لحتى نتابع تقرير عن احتفال مستشفى ابن الهيثم بافتتاح قسم طب وجراحة العيون فيه بعد ما تم تعديل القسم وتحديثه بشكل كتير كبير. رح ننتقل ونتابع هذا التقرير لعدة زميلتنا أسيل شبيب. خلينا نشوف مع بعض. مستشفى ابن الهيثم بإعادة افتتاح قسم طب وجراحة العيون فيه بعد ما تم إجراء العديد من التعديلات والتغييرات داخل هذا القسم وجلب أحدث الأجهزة والتقنيات لعلاج طب وجراحة العيون في الأردن حتى يقدم أفضل الخدمات للمرضى. احنا مستشفى ابن الهيثم طبعا معروف هو من اقدم المستشفيات اللي موجوده بالقطاع الخاص بالاردن. هو تم افتتاحه في سنه 96، فهو يعني معروف منذ الازل زي ما بيحكوها، ولكن احنا دائما بنسعى لموضوع التحديث عشان نواكب كل القطاعات الخاصه وعلى اساس نكون احنا على يعني على مستوى من التطوير ومن التحديث. كان هدفنا بالبدايه انه احنا دائما نواكب حتى على مستوى العالم، فلذلك كان صراحه هدفنا انه احنا بدايه نركز على الاجهزه الطبيه، والحمد لله قدرنا احنا نحصل على افضل الاجهزه بالشرق الاوسط. وطبعا هذا الشيء لازم يواكب اللي هو تحديث كمان الديكور ودائما تحديث المكان. الحمد لله يعني جبنا أجهزة جديدة وزبطنا القسم كامل من ناحية أستاتيك، يعني من الناحية الخارجية، ومن الناحية الداخلية اللي هي أهم شيء الأجهزة الجديدة والأجهزة المتطورة وأجهزة تكنولوجيا، يعني من ناحية مايكروسكوبس، من ناحية سليت لامبس، من ناحية أدوات جراحية. وعنا الحمد لله كادر متدرب، وأنا أجيت بخبرتي من ألمانيا عشان إن شاء الله نوصل هاي الخبرات كلها إن شاء الله بالأردن، وعشان نرفع بالمستقبل الصحي خلينا نحكي بوطننا الغالي ونقدر نخدمه. يعني هذا الإنجاز أو التحديثات اللي حالياً إحنا بنقوم فيها هي خطوة من الخطوات لخطة استراتيجية كاملة لتحديث كامل أقسام المستشفى، سواء على مستوى الأشياء الطبية والخدمات الطبية، بالإضافة للأجهزة التقنية اللي حتعتبر يعني من أول مستشفيات بالشرق الأوسط تحوي هاي الإمكانيات. يعني شملت في المرحلة الحالية اللي إحنا فيها القسم التوسع، بنسميه القسم الرابع، اللي هو يحوي اكبر عدد أسرة للمرضى، بالاضافه لقسم الاي سي يو بكامل تجهيزاته زي ما حكينا الطبيه او الخدماتيه اللي موجوده، وقسم العيون وهو الانجاز الاكبر اللي موجود بهي المرحله.